الحلال بين والحرام بين. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب الإنسان بجهاز إنذار داخلي. يوم لما الإنسان يهم أو يحاول أن يقبل على الحرام أو المعصية والعياذ بالله، الجهاز ده يحصل فيه إيه؟ يرن. والمنبه ده لو باظ يخسر الإنسان دنيته وآخرته والعياذ بالله. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، وجعل نهاركم نادي بإذن الله. ازيك يا شيخ حسن؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطا الله. والله العظيم ثلاثة، ومالك عليا يمين؟ انت ليك وحشة يا ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شيخ حسن، ازيك؟ الحمد لله، نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا، لا اله الا الله، انت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله اكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقه، مادا لي يدك، وتقول لي انا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا انا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله اكبر الله اكبر، هذه هي رسائل القلوب. اعرفك بالاخوه المحترمين دول بقى، يعني اولادي واخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، إبراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله، سماهم على وجوههم، ربنا يكرمكم إن شاء الله. الشيخ حسن بقى أولاد كان صول فني في مصانع الذخيرة والأسلحة في الجيش، بس طلع معاش مبكر. بس إيه، كان قسطة، دماغ دماغ يعني. أيام بقى نجيبيه أيام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا نجيبيه ومالك عليا يمين، الحال واقف واقفة ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. انت بتصرف منين يا شيخ حسن؟ اهو الأوقاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، اهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح، على شوية سواك، على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول إيه بقى يا ناجي باشا؟ في اللي عاوزين يقطعوا عيش دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة. أنت القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ لا، أخدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول إيه بقى يا ناجي باشا؟ الناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شيخ حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه، هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمه ايه ومعقوله ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانه واحده هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك انت واسرتك واولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعه هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بيني وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم. لنقرا الفاتحه. أنا قررت اليوم بإذن الله إني نفذ العملية. بعد ساعتين راح أكون في تل أبيب مع الصهاينة المحتلين. أقسم بالله العظيم حاسس بفرحة كبيرة وأنا رايح أستشهد في وطني الحبيب، وحاسس بإن أبواب الجنة كلها مفتوحة قدامي. بدي منك يا أمي ما تزعل ولا تبكي، بدي اياكي تكوني فخورة بابنك اللي اكتشف اخيرا الطريق للجنة والخلود، هو الشهادة في سبيل الله والوطن. وهذا مش طمع مني بالجنة بقدر ما هو طمع مني في حياة افضل واكرم لإلك يا امي والاخواتي الصغار اللي عايشهم الصهاينة المحتلين خلف الاسلاك الشائكة والرصاص،
صوت القنابل والطيران واللي زرع جواهم الخوف والرعب. ولو ما ظهرش منك كل يوم استشهادي مهدلهم طريق الشهادة والفداء، رح ينسى العالم كله أنه للفلسطينيين قضية. عشان هيك لازم يعرفوا أنه الخلاص من الاحتلال ما بيجي إلا بالفداء والتضحية. بديك يا أمي ما تزعلي علي ولا تبكي، خلي دموعك دموع فرحة بإذنك عريس الجنة. دموع فرحتك ودعواتك راح تكون بوابات لجنة الخلد يا أمي. ما تقبلي عزاي وعلني الفرحة بدارنا، خلي الحزن والأسى والخوف يسكن قلوب العدا. الصهاينة المحتلين اللي طردونا من ديارنا ويتمونا وعاشوا على خيرنا وخير أجدادنا. بدي منك تزرعي في نفوس إخواتي الأصحاب. شايف زين؟ حب الشهادة والاستشهاد. شايف الشاب الصغير اللي فجر نفسه ده واستشهد؟ أنا استشهد في سبيل الحق. استشهد عشان بيدافع عن بلده. أنا من أن نموت على فراشه. مات مرفوع الراس يا ماما. قال الله تعالى. مش كده زهر؟ العزيز. إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل طبعًا. الله أمواتا. بقول يا ماما أنا هسافر كام يوم كده شغل. مسافر؟ مسافر فين يا زاهر؟ ويستبشرون بالذين شرم شرم مسافر شرم. ده شغل يعني تبع الشركة؟ لا دي شغلانة خاصة كده هخلصها وهاجي على طول. وهتقعد قد إيه؟ أنا رايح وعارف إني مش راجع، وعارف إني مش راح أشوفك مرة ثانية يا أمي، بس أنا بعمل هيك علشانك. افرحي يا أمي علشان عندك ابن ضحى بنفسه وسبق أخوته للشهادة، الشهادة اللي بتمناها الأخوة. يا زهر أنا بكلمك، هتقعد في شرم قد إيه؟ مش عارف، قصدي تقريباً شهر. شهر؟ شهر بعيد عني؟ هو أنا أقدر يا ابني؟ لها عند الله خير. هو أنا في حد رايح جاي عليا إلا أنت؟ أنت عارف أخوك بينزل من الصبح ما بيجيش غير عن نوم. الدين شغلنا هتريحنا في الفلوس مما يراه من فضل الشهادة. وبعدين خلاص كريم بقى راجل، ما تسيبش ماما ابدا يا كريم، فاهم؟ طب هي ايه الشغلانه دي؟ انا راح افجر نفسي في تل ابيب، بعرف انه راح يكون في ضحايا ما لهم ذنب، بس بدي احكي للعالم كله كلمه واحده، احنا مش ارهابيين زي ما الصهاينه بيقولوا علينا، احنا بنعمل هيك وراح نضل نعمل هيك لحد ما حكوكنا ترجع لنا وارضنا اللي احتلوها ترجع لنا. زاهر انت يا عم انا بكلمك. ايه؟ معلش اصل كلام الشاب ده شدني قوي. بقول لك ايه الشغلانه اللي انت هتعملها في شرم دي؟ هروح اصمم سيستم امني كده الاوتيل اللي بيتبني جديد. طب ما تاخدني معاك يا زيزو انا في اجازه يعني. لا انت لا، انت لازم تستنى هنا علشان تاخد بالك من امك. ربنا يوفقك يا ابني، بس لازم تتصل بيا كل يوم. هو مش هينفع يا ماما، الموبايلات اصلها ممنوعه.